أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتصوره، ولا تدركه الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في التوحيد الأسطوري الجسمي التيمي. وصلنا إلى الأسطورة 35، عنوان الأسطورة الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. أقول الرازي يؤلف كتاب أساس التقديس ويهدي نسخة منه لملك ذلك الزمان، وابن تيمية تصدى للرد وبالرد على كتاب الرازي، لكن الغريب في الأمر أن ابن تيمية فرع الكلام وأخذه إلى موضوع بعيد عن موضوع الكتاب، فجسد الحشوة والحشوية تجسيدا واقعيا شاملا. وسنقتصر في هذه الأسطورة في نقاش ما سجله ابن تيمية على مقدمة أساس التقديس وسنقتصر في هذه الأسطورة في نقاش ما سجله ابن تيمية على مقدمة ومقدمة أساس التقديس أو على رسالة الإهداء من الرازي إلى ملك ذلك الزمان، مع ملاحظة أن شيخ التيمية وأتباعه دائما يجعلون كل مورد وكل فكرة وكل رأي يصب في منهج التفريق والتكفير وإباحة الدماء، فيجعلون بل ويترتب على منهجهم أن يكون مورد الخلاف خطيرا مهلكا مدمرا إلى حد التكفير والإرهاب وسفك الدماء. ومن هنا جاء ويجيء ويتأكد كلامنا ونقاشاتنا مع الشيخ ابن تيمية وما ترتب على كلامه ومنهجه من فتن ومضلاتها التي مزقت المسلمين وبلدانهم وزهقت مئات آلاف الأرواح المسلمة بسببها على طول الزمان. والكلام في جهات: الجهة الأولى المشرق عند الرازي في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول من صفحة 15 إلى صفحة 23. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول، قال ابن تيمية: ثم قال الرازي: وإني وإن كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أفضل سلاطين الحق واليقين أبا بكر بن أيوب لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة عنان السماء. لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء وآثار أي ولا زالت آثار وآثار أنوار قدرته ومكنته باقية وآثار أنوار قدرته ومكنته باقية بحسب تعاقب الصباح والمساء أفضل الملوك وأكمل السلاطين في آيات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم ونصرة الصراط المستقيم، فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية، فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين الأقطار. هذه العبارة الطويلة ذكرها الرازي فأتى بها ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وناقش هذه العبارة ودخل في نقاش هذه العبارة وهي من المقدمة.
أقول المشرق لفظ وعنوان ذكره الرازي أكثر من مرة، حيث قال: كنت ساكنا في أقصى بلاد المشرق، سمعت أهل المشرق والمغرب. والرازي سكن وعاش في إيران في طهران مدينة الري، وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملقب بالملك العادل شقيق الملك صلاح الدين الأيوبي وأحد ملوك الدولة الأيوبية. حكم من سنة 596 إلى سنة 615 هجري، وهو ملك مصر والشام. وفي تلك الفترة كانت بلاد الإسلام واسعة وشاسعة المساحات، فشملت الكثير من البلدان في آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلا عن مصر والشام وتركيا وإيران. ومن الطبيعي أن يعبر الرازي عن موطنه وسكنه بقوله في أقصى بلاد المشرق، ومن الطبيعي جدا لسعة الدولة الإسلامية بل حتى مع عدمها أن يعبر للملك بسمعت أهل المشرق والمغرب، للإخبار عن ولاء الناس له وانقيادهم له للعدل الذي أظهره فيهم بالنسبة لمن كان تحت سلطانه، ولإذاعة وإشاعة اسمه وصيته بين باقي المسلمين وغير المسلمين من أهل المشرق والمغرب. انتهى الكلام في الجهة الأولى. إذن هذه الجهة الأولى كانت لها عنوان المشرق عند الرازي، والكلام في أسطورة 35 الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. الجهة الثانية الشرق الشمال، أي الشرق هو الشمال، الشرق الشرق الشمال، ونجد العراق عند نقاط طبعا عند الوهابية أي أتباع محمد بن عبد الوهاب. هذا هو عنوان الجهة الثانية تحت هذه الأسطورة، الشرق الشمال ونجد العراق عند الوهابية. أقول هنا خطوات، هنا خطوات أو خطوات. خطوة أولى، لما تكون الأرض عندهم مسطحة وثابتة غير متحركة، وأن الشمس تدور حول الأرض فيحصل الليل والنهار، وأن من يخالفهم ملحد منجم ساحر جهمي مرتد كافر مهدور الدم يقتل وينتهك عرضه وتسلب أمواله، فلا نستغرب أبدا أن يكون عندهم المشرق هو الشمال أو المغرب، كما لا غرابة ولا مشكلة عندهم أبدا في أن يكون اليمن هو الشام وأن مصر هي العراق، لا يوجد أي مشكلة في هذا. هذه خطوة أولى. خطوة ثانية، حديث يتمسك به بقوة أهل التكفير وعلى خلاف ادعائهم في رفض التأويل، فإنهم يؤولونه أتفه تأويل وأخس تأويل وأجرم تأويل من أجل إرضاء نفوسهم السادية المتعطشة لسفك الدماء وزهق الأرواح والتلذذ بذلك، فيبتدعون أي وسيلة شيطانية ويكذبون كل أنواع الكذب والافتراء من أجل أن يجعلوا الآخرين هدفا لسيوفهم وسهامهم ورصاصهم ومفخخاتهم، فتسفك الدماء وتزهق الأرواح وتستباح الحرمات. وكما مر علينا قولهم وحكمهم على من يخالفهم في مسطحية الأرض وثبوتها ودوران الشمس حولها، وهنا سنطلع على جانب آخر مما اعتاد عليه أهل التكفير والإرهاب من التدليس والكذب والافتراء إلى الحد الذي كشفوا فيه عن غبائهم وجهلهم الذي تيقنه كل ذوي العقول والألباب. لقد أثبتوا وبكل جدارة أنهم أصدق وأوضح وأجلى تطبيق للنبوءة النبوية الشريفة صلوات الله وسلامه على نبينا وآله الأطهار، في من يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيرون الشرق غربا أو شمالا ويرون الشمال شرقا أو جنوبا، استكبارا وعنادا وإثما وعدوانا. خطوة ثالثة، خطوة متوقعة ومعتادة في تصدي الرموز والأئمة لتثبيت ذلك وترسيخه في عقول العامة من أتباعهم، فها هو عالمهم الكبير ومحققهم ومحدثهم المعاصر الشيخ الألباني
يتبنى الأمر بكل قوة وإصرار وتحدي، حيث قال في السلسلة الصحيحة الجزء الخامس في صفحة 302 إلى صفحة 306، تسلسل الحديث 2246، قال في السلسلة الصحيحة الألباني، قال دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لمكة والمدينة والشام بالبركة، هذا هو العنوان، دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لمكة والمدينة والشام بالبركة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال كلام للألباني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. فقال رجل: يا رسول الله، وفي عراقنا؟ فأعرض صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فرددها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا، أي ردد الدعاء ثلاثا: اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، بارك لنا في صاعنا، بارك لنا في مدنا. إذن فرددها ثلاثا، كل ذلك يقول الرجل وفي عراقنا. فيعرض صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بها الزلازل والفتن، وفيها يطلع قرن الشيطان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بها الزلازل والفتن، وفيها يطلع قرن الشيطان. يقول الألباني: أخرجه يعقوب في المعرفة، والمخلص أبو طاهر في الفوائد المنتقات، والجرجاني في الفوائد، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق. قال الألباني: وهذا إسناد صحيح. قلت أي الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وتابعه أزهر، أخبرنا ابن عون به، إلا أنه قال، لا أعرف كيف تحرك، لكن بين قوسين قال: نجدنا مكان عراقنا، أو قال: نجدنا مكان عراقنا. إذن يقول: وتابعه أزهر، أخبرنا ابن عون به، إلا أنه قال: نجدنا مكان عراقنا. والمعنى واحد، والمعنى واحد، ولا زال كلام للألباني. يقول: والمعنى واحد، أخرجه البخاري والترمذي وابن حبان والبغوي وصححوه وأحمد وابن عساكر. إذن هنا يقول: وتابعه أزهر. بعد هذا يقول: وتابعه عبد الرحمن بن عطاء عن نافع به، إلا أنه قال: مشرقنا مكان عراقنا. إذن قال هناك، قال: نجدنا مكان عراقنا، وهنا قال: مشرقنا مكان عراقنا. وزاد في آخره: وبها 19 الشر. أخرجه أحمد والطبراني وابن عساكر في الحديث مع الزيادة الأولى. أنا وضعت نقاط، اقتبست ما أريد. يقول: في الحديث مع الزيادة الأولى، أي هذه الزيادة وبها 19 الشر. يقول: قد تابعه عليه أبو عبد الرحمن. إذن يوجد عندنا عبد الرحمن بن عطاء قد تابع أصل الحديث، مورد الكلام الذي ذكره الألباني. وهنا يقول هذه متابعة أخرى، يقول: الحديث مع زيادة، هنا هذا الحديث الذي تابع به عبد الرحمن، وزاد في آخره: يوجد من تابع عبد الرحمن. قال: وقد تابعه عليه أبو عبد الرحمن، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عطاء، وهو ثقة. نقلت يعني نص العبارة أو المقتبس من المصدر. إذن تابعه عبد الرحمن بن عطاء، وبعد هذا يقول: وقد تابعه عليه أبو عبد الرحمن، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عطاء، وهو ثقة. بعد هذا أيضا متابعة أخرى، يقول: وتابعه أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك عن نافع به، إلا أنه قال: العراق ومصر. أخرجه القطان في حديثه، وأبو أمية في مسند ابن عمر وابن عساكر. قلت أي الألباني: وهذا إسناد ضعيف. يقول: وهذا إسناد ضعيف. يقول: فذكر مصر في هذه الطرق منكر، وبالله التوفيق. إذن هنا تحدث عن ضعف الإسناد، ولم أراجع هل فعلا حسب مبانيه وحسب مرجعيته في التضعيف والتصحيح والتوثيق هل هو ضعيف أو لا، لكن مع هذا وضع هذه العبارة بأنه ضعيف، إسناده ضعيف، وهذا إسناد ضعيف، ومع هذا
مع الإسناد الضعيف أعطى تضعيفا آخر، ذكر تضعيفا آخر، ذكر تشكيكا إضافيا، فقال ذكر مصر هنا ذكر مصر منكر، فذكر مصر في هذه الطرق منكر، يعني قال العراق ومصر، فذكر مصر هنا فيه إنكار من قبل الألباني. إلى أن يقول: وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة، لاحظ مباشرة هذا السيف مجرد وحاضر للبطش والقتل وقطع الرؤوس، يقول لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد، توحيد الجسم، توحيد الأمرد، توحيد الصور، توحيد البوذية والهندوسية والأسطورية والحرانية والصابئية والوثنية، هذا هو التوحيد عندهم، كل شيء بالدليل كما بينا وكما أوضحنا. يقول لأن بعض المبتدع المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية، ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم، المعروفة اليوم، التفت جيدا، باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم، وجهلوا أو تجاهلوا أنها ليست المقصودة بهذا الحديث، وإنما هي العراق كما دل عليه أكثر طرق الحديث. وبذلك قال العلماء قديما، من هم العلماء؟ العلماء، يقول وبذلك قال العلماء، من هم؟ يقول كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني. وبذلك قال العلماء قديما كالإمام الخطابي أو الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. إذن الآن يقول عندهم جهل، ما هو الجهل؟ بأنهم توهموا بأن نجد المذكورة في الحديث هي نجد المعروفة اليوم، ويقول هذا جهل منهم أو تجاهل منهم. يقول وأيضا وجهل وأيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم أيضا إذا كان صالحا في نفسه، والعكس بالعكس، فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر، وفي العراق من عالم وصالح. وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام، قال: أي سلمان، أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وإنما العمل هو الذي يقدس الإنسان. وفي مقابل أولئك المبتدعة من أنكر هذا الحديث وحكم عليه بالوضع لما فيه من ذم العراق، كما فعل الأستاذ صلاح الدين المنجد في مقدمته أو مقدمته على فضائل الشام ودمشق. يقول وفي مقابل أولئك المبتدعة من أنكر هذا الحديث وحكم عليه بالوضع لما فيه من ذم العراق، كما فعل الأستاذ صلاح الدين المنجد في مقدمته على فضائل الشام ودمشق، أي كتاب فضائل الشام ودمشق، في مقدمته هذا الأستاذ صلاح الدين المنجد يقول أنكر هذا الحديث. يقول ورددت عليه في تخريج لأحاديثه وأثبت أن الحديث من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم العلمية، فانظر الحديث الثامن منه، انتهى المقتبس في السلسلة الصحيحة الجزء الخامس من صفحة 302 إلى 306. خطوة رابعة: أولا قوله وفي مقابل أولئك المبتدعاء من أنكر هذا الحديث وحكم عليه بالوضع لما فيه من ذم العراق، كما فعل الأستاذ صلاح الدين المنجد في مقدمته على فضائل الشام ودمشق، ورددت عليه في تخريج لأحاديثه وأثبت أن الحديث من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم العلمية، فانظر الحديث الثامن منه. أقول ولا نعرف ماذا كان يدور في ذهن الألباني على نحو التفصيل والدقة، فهل كان يقصد بالمعجزة عندما قال وأثبت أن الحديث من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم نراجع الأصل، لكن مجرد
شحذ الأذهان وتنوير الأذهان وللتمرين ولتمرين الأذهان على طرح المحتملات ونقاش المحتملات. أقول ولا نعرف ماذا كان يدور في ذهن الألباني على نحو التفصيل والدقة، فهل كان يقصد بالمعجزة العلمية ما علم به وتنبأ به صلى الله عليه وآله وسلم فتحققت النبوءة واقعا وصدقا وعدلا، أو كان يقصد بمعجزة علمية في علوم الطبيعة والفلك في الاكتشاف العلمي في أن الشرق في أن الشرق شمال وأن نجد عراق أو مصر، وسنعرف حقيقة هذه النبوءة والإعجاز قريبا بعون الله تعالى. ثانيا، الذي أراه أن ما كتبه عبارة عن تدليس مفضوح، من حيث أنه ذكر ما يرجع إلى 4 روايات. الرواية الأولى والتي جعلها صدرا وأساسا لكلامه، وهي التي تتضمن عراقنا، هذه الكلمة بين قوسين عراقنا، وهي التي تتضمن عراقنا، وليس عنده تقوية لها أكثر من القول. ماذا قال؟ قال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. إذن الرواية الأصلية التي اعتمدها فيها هذا اللفظ لفظ عراقنا وقوى هذه، قال هذه صحيحة على شرط الشيخين، قال وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. فلو سلمنا أنها كذلك، فإذا كانت الرواية تقوى وتقوى عندك بمجرد أن تكون على شرط الشيخين، فلماذا لم تذكر الرواية التي ذكرها نفس الشيخين؟ فلماذا لم تذكر الرواية التي ذكرها نفس الشيخين وتجعلها أساسا لكلامك؟ الرواية الثانية والتي تتضمن نجدنا وليس فيها عراقنا، وفي خطوة تدليسية أوهم من الوهن، فقد جعل هذه الرواية تابعة وبالمتابعة للرواية الأولى، قال وتابعه أزهر، بالرغم من أن هذه الرواية قد أخرجها البخاري والترمذي وابن حبان والبغوي وأحمد وابن عساكر، بينما الرواية السابقة ليس عنده ما يقويها إلا ما ذكره من أنها إسناد صحيح على شرط الشيخين. إذن جعل هذه الرواية الثانية تابعة للرواية الأولى، بالرغم من أن هذه الرواية الثانية قد أخرجها البخاري والترمذي وابن حبان والبغوي وأحمد وابن عساكر، بينما الرواية السابقة ليس عنده ما يقويها إلا ما ذكره من إسناد صحيح على شرط الشيخين، وبالرغم من أن الرواية الثانية لم يذكر فيها عراقنا أصلا، فكيف جعل هذه تابعة لتلك؟ وبالرغم من أنها لم يذكر فيها عراقنا أصلا، قال وتابعه أزهر، أخبر ابن عون به إلا أنه قال نجدنا مكان عراقنا، والمعنى واحد، أخرجه البخاري والترمذي وابن حبان والبغوي وصححوه وأحمد وابن عساكر. ولا يخفى عليكم أن الرواية واضحة حتى للبهائم والعجباوات في أنها تنص على نجدنا، ولم يذكر فيها العراق عراقنا أصلا. وأما قوله والمعنى واحد أي أن نجدنا نفس معنى عراقنا، فهو يرجع إلى نفس قولهم وتمسكهم وإصرارهم على أن الأرض مسطحة وأنها ثابتة وأن الشمس تدور حول الأرض فيتولد الليل والنهار كما بينا سابقا، وسيأتي مزيد كلام بعون الله تعالى. الرواية الثالثة والتي تتضمن مشرقنا وليس فيها عراقنا، فقد أتى بها في خطوة تدليسية أوهم من سابقتها، فقد جعلها تابعة أيضا. ماذا قال؟ قال وتابعه عبد الرحمن، أو بالرغم من أنها أي الرواية قد أخرجها أحمد والطبراني وابن عساكر، وقد تابعها مع الزيادة أبو عبد الرحمن، وأن الرجال ثقات رجال الشيخين، وعبد الرحمن بن عطاء ثقة، بالرغم من أنها وبالرغم من أن هؤلاء
من رواها مع هذا جعل هذه تابعة لتلك، وبالرغم من أنها لم يذكر فيها عراقنا أصلا. ماذا قال؟ قال: وتابعه عبد الرحمن بن عطاء النافع به، إلا أنه قال: مشرقنا مكان عراقنا، وزاد في آخره: وبها 19 الشر. أخرجه أحمد والطبراني وابن عساكر في الحديث مع الزيادة الأولى. يقول: أخرجه أحمد والطبراني وابن عساكر في الحديث مع الزيادة الأولى وبها 19 الشر. قد تابعه عليه أبو عبد الرحمن ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عطاء وهو ثقة. ولا يخفى عليكم أن الرواية لما تكون في المدينة ويكون فيها إشارة حسية خارجية وإشارات مقامية واضحة وتصريح لفظي بالمشرق وإلى المشرق والشرق وجهة شروق الشمس، فإنه حتى البهائم والعجماوات سيدركون أن المراد بها بلاد نجد وليس العراق، حتى لو لم يذكر لفظ وعنوان نجد، حتى لو لم يذكر لفظ وعنوان نجدنا، وإنما جعل المشرق وشروق الشمس هو الوارد في الرواية والمشار إليه، فهذه لا تدل على العراق وإنما تدل على النجد وعلى نجد. أقول: وأما جعل المشرق وشروق الشمس شمالا ومن الشمال أو من الشمال الشرقي الأقرب إلى الشمال، فهذا ليس بغريب على من يقول ويتمسك بمسطحية الأرض وثبوتها ودوران الشمس حولها وتكفير وقتل كل من يخالفه. الرواية الرابعة والتي تتضمن العراق ومصر فهي الفاضحة التي تكشف يقينا حركة الزيف والتدليس المارق، وحسب مراد السياسة وأهل السلطة وأصحاب الفكر التكفير المارق، فقد جعلوا الشرق غربا فذكروا مصر كما جعلوا الشرق شمالا أو شمالا شرقيا أقرب للشمال، وهذه اعتبرها الشيخ الألباني ضعيفة واستنكر ذكر مصر فيها، لكنه جعلها ضمن سياق الكلام بحيث تكون على الأقل مؤيدا وشاهدا لما يريده، إن لم يفهم المتلقي أنها دليل على ما يريد. قال: وتابعه أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك عن نافع به، إلا أنه قال: العراق ومصر. أخرجه القطان في حديثه وأبو أمية في مسند ابن عمر وابن عساكر. قلت: أي الألباني وهذا إسناد ضعيف، فذكر مصر في هذه الطرق منكر، وبالله التوفيق. يعني إذا أراد أن يسلم بالرواية ففقط يطرح عنوان مصر وينتهي الأمر. خطوة خامسة: على المسلمين حجر فكري عقلي شامل تام، فكل شيء حرام إلا ما يسمح به المارقة. أما للتكفيريين المارقة فكل شيء مباح حتى زهق الأرواح وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. وهنا نرى الشيخ الألباني أليف وباء وجيم ودال. أقول: وهنا نرى الشيخ الألباني أليف ترك مسلما والبخاري فذهب إلى غيرهما وزعم أنه صحيح على شرط الشيخين، بالرغم من أنهما لم يذكر الرواية ولا يوجد أي مقتضي لعدم ذكرها، بالرغم من أنهما لم يذكر الرواية ولا يوجد أي مقتضي لعدم ذكرها، إضافة إلى أنهما ذكر العديد من الروايات التي تخالفها وتعارضها، ومنها التي بنفس المعنى وفيها عنوان نجد وعنوان المشرق، والتي بمعاني أخر كالتي تتضمن مواقيت الإحرام وغيرها. ذكر الروايات هنا وتحت هذا العنوان، والروايات هنا وتحت هذا العنوان، أو تتضمن هذا العنوان وتتضمن ذاك العنوان، ومع هذا لم يذكر هذه الرواية التي أتى بها الألباني. هذا أليف باء. لم يكتفي بذلك، بل أتى بخطوة أو خطوة بل خطوات وخطوات إضافية في التدليس، فأتى مثلا بعناوين تابعه موحيا للمتلقي تأكيد صحة الرواية وتقوية لها. هذا تدليس واضح لأنها ليست نفس الرواية وفيها لفظ يختلف عن اللفظ المقصود في الرواية،
هناك فيها عنوان ولفظ مجد، وهذه فيها عنوان عراق، وتلك فيها عنوان مشرق. جيم، خطوة تدليسية احترافية، رجع إلى البخاري، رجع إلى البخاري ومسلم، فقال ذكراه أيضا، وهما لم يذكراه ولم يذكرا ما في معناه، بل ذكر ما يخالفه ويعارضه. دال، تحريف إبداعي آخر، ففي سياق الكلام وكأن القضية مسلمة ولا خلاف فيها. ذكر ماذا قال؟ قال ذكر نجدنا بدل عراقنا، وقال بين قوسين هذه العبارة، ماذا قال الألباني؟ قال نجدنا بدل عراقنا، وهو نفس المعنى. سبحان الله، تدليس وكذب وجهل فوق التصور. نجد نفس العراق، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيأتي تفصيل أكثر عن المسألة. وأستبق البحث هنا بذكر شاهدين يدحض كل مدعياته. الشاهد الأول، البخاري الاستسقاء عن نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال صلى الله عليه وسلم: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. الشاهد الثاني، الهيثمي المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي، باب في المواقيت، أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة، موقت أهل المدينة، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام. ما هو ميقات أهل الشام؟ إذن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام قال الجحفة، ولأهل الشام الجحفة، إذن مدينة وشام. ويقول ولأهل اليمن وأهل التهامة يلملم، ولأهل الطائف. التفت جيدا، التفت إلى أي مستوى من الجهل أو التدليس والتغرير والخداع والمكر والنفاق. يقول ولأهل الطائف، نص التفت، ولأهل الطائف وهي نجد، ولأهل الطائف وهي نجد. لاحظ هذه وهي نجد ترجع إلى الطائف، أي الطائف هي نجد. ما هو ميقات الطائف أو نجد؟ قال قرنا. ولأهل الطائف وهي نجد، ولأهل الطائف وهي نجد قرنا، أي الميقات هو قرن. يكمل ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل العراق ذات عرق. التفت جيدا، هذه الرواية ماذا يثبت عندنا منها وفيها؟ يثبت عندنا أن لاحظ وجود الشام، وجود المدينة، وجود اليمن، ووجود نجد وهي الطائف، نص بأن الطائف هي نجد، ومع هذا أيضا وجد العراق، إذن العراق غير نجد. من الذي رواها؟ التفت، المقصد العلي للهيثمي وأحمد بن حنبل أيضا أتى بهذه الرواية، وترجع إلى الرواة. إذن كل من روا هذه وأتى بهذه الرواية يعلم بأن نجدان غير العراق، وبأن نجدان هي الطائف. يا أيتها العقول المتحجرة، يا أهل النفاق، يا أهل الشقاق والنفاق. إذن الهيثمي المقصد العلي ماذا يقول؟ وأيضا مسند أحمد بن حنبل في المواقيت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل التهامة يلملم، ولأهل الطائف وهي نجد قرنا، ولأهل العراق ذات عرق. الجهة الثالثة أيضا لها عنوان، الجهة الثالثة لم يكن عراق نقاط، كانت تبوك ولم يكن شام. لم يكن عراق، كانت تبوك ولم يكن شام. أولا، مكة والمدينة
كانتا تحت السلطة المسلمين والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الطبيعي أن يذكر أو أن يذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه لهما بلحاظ الأرض وبركات الأرض وعطائها، وأيضا بلحاظ ساكنيها وعدم صدور الفتن منهم ووقوعهم فيها. إذن مكة والمدينة كانت تحت سلطان المسلمين ورسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الطبيعي أن يذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه لهما بلحاظ الأرض وبركات الأرض وعطائها وبلحاظ ساكنيها وعدم صدور الفتن منهم ووقوعهم فيها. فيقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. ثانيا، فيه أليف وباء. أليف: قد ثبت أن تبوك كانت من أرض الشام، فبلحاظها يكون من الطبيعي جدا أن يصدر دعاء بالبركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: اللهم بارك لنا في شامنا. إذن تبوك كانت أيضا تحت سلطان المسلمين والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أليف قلنا قد ثبت أن تبوك كانت من أرض الشام وكانت تحت سلطان المسلمين والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فبلحاظها يكون من الطبيعي جدا أن يصدر دعاء بالبركة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: اللهم بارك لنا في شامنا. ففي صحيح مسلم كتاب الفضائل معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر. هذه أيضا من موارد الجمع. يقول: حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائه، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. عبارة، أنقل العبارة مع التحفظ على ما يوجد من معنى، تحتاج إلى تأويل أو إلى رفض. يقول: فسبهما النبي، يعني يوجد في بحث السب وذكرنا سابقا حتى اللعن والزجر أيضا يدخل تحت عنوان السب العام. يقول: فسبهما النبي، من الراوي؟ مسلم، في صحيح مسلم. يقول: فسبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. التفت جيدا، لما يكون الخليفة الأموي، الخليفة السفياني، من نهجه، من سلوكه، من طبيعته، من أخلاقه، من يراقب الناس من الشقوق كما يفعل وفعل الحكم، أو يستخدم الفحش والكلام البذيء فضلا عن باقي أنواع السب، فبالتأكيد مثل هذا يوجد الكثير من وعاظ السلاطين الذين يعتبرون هذا من أولياء الأمر ومن الأئمة الاثني عشر، فطبعا سينسبون في الأحاديث ويدسون في الأحاديث ما ينسب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصرف بتصرفات تشبه تصرف هذا الفاسق أو ذاك الضال. هذه ليست بغريبة. يقول: فسبهما النبي، لاحظ لم يكتفي هنا، يقول: فسبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء
وغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، وغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر غزير حتى استسقى الناس. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. لاحظ هنا الأرض المباركة، هذه الأرض التي باركها الله، أين؟ في تبوك. هنا يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. التفت جيدا أيضا إشارة هنا لمن؟ للمارقة، لجماعة الأمرد، جماعة الإله الجسم، لجماعة الأسطورة والخرافة. التفت جيدا إلى ما قال مسلم: يوجد شواهد، عشرات الشواهد، ربما تصل إلى المئات أو الآلاف، تدل على أسطورية وخرافة ما يقولون. التفت ماذا قال؟ قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر أي غزير حتى استسقى الناس. ليس فقط هذا، ليس فقط هذه الثمرة، جرت الماء بماء منهمر، لا، ترتب على هذا أكثر. يقول بعد هذا: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ما هو السبب؟ لماذا جرى الماء، جرت العين بماء منهمر حتى استسقى الناس؟ ولماذا سيرى بعد ذلك قد ملئ هذا المكان جنانا؟ ما هو الفعل الذي حصل؟ التفت جيدا، فقط حصل فعل هنا، لا يوجد أكثر من هذا، فقد حصل مس هنا، لا يوجد أكثر من هذا. ماذا حصل؟ ماء مس جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المارقة، لا يوجد تأويل، يوجد دعاء في هنا؟ هل دعا النبي بشيء؟ لم يدعو بأي شيء، لا يوجد دعاء حتى تقول نحتاج إلى النبي والنبي يدعو فيتحقق وتتحقق الاستجابة. هنا لا يوجد دعاء ولا يوجد وضوء، وإنما يقول: قد غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها. التفت جيدا، فقط قد غسل يديه ووجهه، فقط وفقط، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم به وفيه يديه ووجهه وانتهى الأمر، أعاد الماء فجرت العين بماء منهمر. وأيضا قال: ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هذه هي بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي بركة جسد النبي، هذه هي بركة يد النبي، هذه هي بركة وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلام الله عليك يا رسول الله. أقول إذا المورد الشاهد هنا: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم قد ملئ جنانا يناسب مع الدعاء للشام: اللهم بارك لنا في شامنا. أي المناسبة هنا أنه ترتب على هذا الدعاء بأنها قد ملئت جنانا. التفت جيدا، إذن ماذا عندي قرينة هنا؟ القرينة هنا بأن تبوك هي من أرض الشام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستملأ جنانا، فيناسب أن يدعو لتبوك ويأتي الدعاء بعنوان الشام لأنها من الشام، وهي كانت تحت سلطان المسلمين وتحت سلطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باء: تكون المسألة أكثر ثبوتا ووضوحا بلحاظ تيماء التي تقع بين المدينة المنورة وتبوك، وتيماء أقرب للمدينة، وتقع تيماء جنوب شرق تبوك، وتبعد عنها بحوالي 265 كيلومتر، حيث ثبت كون تيماء من أرض الشام وليست من أرض الجزيرة، وذلك بلحاظ ما فعله الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه لما أجل اليهود من الجزيرة إلى تيماء وأريحاء أو أريحاء، فبالأولوية القطعية تكون تبوك من أرض الشام. عندي شواهد: أليف مسلم الجهاد والسير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. الشاهد الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر يروي هذا، يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز تطبيقا لما ذكرناه في الحديث السابق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من وصية النبي: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هنا يقول أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر أو على أهل خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين، وأراد صلى الله عليه وآله وسلم إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقرهم، أي يتركهم بها، ليقرهم أن يتركهم، أي يتركهم بها، أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها أو فأقروا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء أو أريحاء، هذا في البخاري المزارعة، وفي البخاري فرض الخمس، وفي مسلم المساقات. الشاهد الثالث البخاري الشروط عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما فدعا أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعاملنا على الأموال وشرط لنا ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر هذا المتحدث الآن الذي يعترض على الخليفة، قال: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. هذا اليهودي يقول فقال: كانت هذه هزيلة، هذا الشخص قلنا أو ذكر في الرواية قال أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: كانت هذا ابن أبي الحقيق يقول: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. الشاهد الرابع سنن أبي داود، في المصدر عندي تسلسل 3034، في تسلسل 3034. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبرك أشهب ابن عبد العزيز قال: قال مالك: عمر أجلى أهل نجران ولم يجلوا من تيماء. لاحظ، يقول عمر رضي الله عنه أجلى، مالك يقول عمر أجلى أهل نجران ولم يجلوا من تيماء لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي أي ليست من الجزيرة، من بلاد الشام، يقول لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي
فإني أرى إنما لم يجد من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب، كما في سنن أبي داود جزء ثالث، والمهذب في اختصار السنن الكبيرة جزء السابع. الشاهد الخامس، في مجموع الفتاوى سئل ابن تيمية هل المدينة من الشام؟ فأجاب مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحجاز باتفاق أهل العلم، ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم، أي ولا من غيرهم ولا غيرهم، إن المدينة النبوية من الشام، وإنما يقول هذا جاهل بحد الشام والحجاز، جاهل بما قاله الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، ولكن يقال المدينة شامية ومكة يمانية، أي المدينة أقرب إلى الشام ومكة أقرب إلى اليمين أو إلى اليمن. يقول ولكن يقال المدينة شامية ومكة يمانية، أي المدينة أقرب إلى الشام ومكة أقرب إلى اليمن، وليست مكة من اليمن ولا المدينة من الشام. ويقول أيضا ابن تيمية وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته أن يخرج أو يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهي الحجاز، فأخرجهم عمر رضي الله عنه من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد، ولم يخرجهم من الشام، بل لما فتح الشام أقر اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرهما، كما أقرهم بدمشق وغيرها. هذا في مجموع الفتاوى 28 لابن تيمية. أقول على منهج ابن تيمية في منع وتحريم وتجريم التأويل، فإن المدينة تكون من بلاد الشام حسب ما نقله من قول، لكن يا ترى لماذا يصير ابن تيمية جهميا أصليا في الكثير من المرات فيسلك منهج التأويل ومنه هذا المورد، فأول المدينة شامية إلى المدينة أقرب إلى الشام، فهل هي مقتضيات السياسة أو مقتضيات الاستكبار والمغالطة وحشو الكلام؟ ثالثا، لما كان العراق موجودا قبل البعثة النبوية الشريفة صلى الله على رسولنا المبعوث وعلى آله وسلم، وكان العراق تحت سلطان كسرى الفرس، كان العراق موجودا وكان تحت سلطان كسرى الفرس قبل البعثة، العراق موجود وكان تحت سلطان كسرى الفرس، فإنه لا يكون معنى لقول الصحابي ابن عمر رضي الله عنه لم يكن عراق يومئذ، العراق موجود والعراق تحت حكم الفرس، وقال ابن عمر لم يكن عراق يومئذ، لا يكون معنى لهذا القول لم يكن عراق يومئذ إلا كون العراق ليس من البلاد الإسلامية وأن أهله ليسوا مسلمين. ومن هنا لا نتصور أبدا أن يتحدث ويسأل الصحابة بل ويطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعراق وأهل العراق أسوة بمكة والمدينة والشام، فيستبعد ما ورد. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عراقنا، يستبعد هذا لأنه لم يكن العراق ولا أهل العراق ممن كان تحت الإسلام وتحت سلطان المسلمين. وأكثر من ذلك، فإن العراق في ذلك الزمان كان وثنيا مجوسيا موطنا للسحر والشعوذة والشعبذة والفتن والآثام، فهو تجسيد لقرن الشيطان بل للشيطان، فلا يناسب أن يقال عنه أنه منه يخرج قرن الشيطان، بل لا يكون أي نبوءة في الكلام المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفتن والشيطان وقرن الشيطان متحقق فعلا في العراق، فلا تبقى مناسبة للقول بها الزلازل والفتن وفيها يطلع قرن الشيطان. أيضا عندي شاهد في البخاري وفي فتح الباري، أيضا هو شرح صحيح البخاري، عندي البخاري الاعتصام بالكتاب عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرنا لأهل نجد، وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة
لأهل المدينة. قال ابن عمر: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم. وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ. وشاهد الثاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني. البخاري قال ابن حجر: البخاري الحج باب ذات عرق لأهل العراق. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا. لاحظ ما هو عنوان البخاري: الحج باب ذات عرق لأهل العراق. يروي عن نافع عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور مائل عن طريقنا. هو جور عن طريقنا، أي مائل عن طريقنا، بعيد عن طريقنا، وهو جور مائل، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال أي الخليفة عمر قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. يقول ابن حجر قال ابن حجر: وروى أحمد وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وقال قال: فقال له قائل: فأين العراق؟ قال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق. وسيأتي في الاعتصام، ولا زال كلام لابن حجر، وسيأتي في الاعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: لم يكن عراق يومئذ. التفت جيدا، ما هو عنوان البخاري؟ قال: الحج باب ذات عرق لأهل العراق. وفي الحديث ماذا ذكر؟ قال عمر: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. حد لمن؟ حد لأهل العراق. التفت جيدا. وماذا ذكر في الرواية؟ قال: لما فتح هذان المصران أي العراق أي البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، أي أهل العراق أتوا، أو من يتحدث عن أهل العراق، أو من يسأل عن أهل العراق وعن ميقات أهل العراق، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ حد لأهل نجد قرنا. التفت إلى ذاك الجاهل العالم المحقق المصحح لا يعلم بهذه الأحاديث أو أنكر هذه الحديث ودلس هذا المعنى. لاحظ في هذا المقام يذكر العراق ويذكر نجد، يقول حد لأهل نجد، ويقول نجد في هذا اليوم لا يوجد نجد في ذاك الزمان، يقول حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال عمر: فانظروا حذوها من طريقكم فعد لهم، أي لأهل العراق، ذات عرق. رابعا، بالرغم من المهزلة والسخرية التي أوقعوا أنفسهم فيها، فإنهم باقون ويتمددون في جهلهم وعنادهم، ولكنك لا تجد أي مبرر لما يفعلون. وأنا أدعي هنا أنه لا مبرر لذلك إلا الانقياد الأعمى والعبودية للأشخاص والتنزيه والتقديس الباطل لأئمة الضلال من ذلك الحي من قريش الذي أهلك ويهلك أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنه تقديس لذلك الحي الأموي المرواني السفياني. ما هو الدليل على هذا التقديس؟ عندي أليف باء. لاحظ، بقوا وتمددوا في جهلهم وعنادهم بسبب تقديس هؤلاء الأئمة، بسبب تقديس هؤلاء المارقة النواصب. ما هو الدليل؟ أقول من حيث أليف، من حيث أنه ورد ذكر الشام والدعاء بالبركة للشام فأتوا بهذا الحديث وبهذه الرواية. من حيث أنه ورد ذكر الشام والدعاء بالبركة للشام في الرواية التي ذكرها إمامهم الألباني المحقق، وبعد المحقق ضع ما تشاء من علامات التعجب. إذن أقول أليف من حيث أنه ورد ذكر الشام والدعاء بالبركة للشام في الرواية التي ذكرها إمامهم الألباني المحقق، وكما تبين لنا وترجح عندنا خلال البحث أنه لم تكن شام الأمويين موجودة أصلا، بل كان الكلام بلحاظ تبوك وما جاورها من البلدات التي دخلت تحت سلطان المسلمين وخاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم.
وترجح أيضا أن تدخل تيماء في الشام أيضا. باء، ومن حيث أنه يوجد عشرات بل مئات الروايات والكثير منها صحيح وتام واضح الدلالة على ما يقع في العراق من فتن وزلازل وإبليس ودجال وشيطان، نحن لا ننكر هذا، التفت جيدا، عندنا نقاش علمي، ليس عندنا عداء مع أشخاص وليس عندنا تدليس، نريد أن نقرأ الواقع، نتعامل مع الواقع، نتعامل مع الأحداث كما هي دون أي تدليس، دون أي نفاق، دون أي ميل لهذه الجهة أو لتلك الجهة. نريد مرضاة الله سبحانه وتعالى، نريد تنوير العقول، نريد تقريب الأفكار، تقريب النفوس، تقريب القلوب، نريد الاحترام والتقدير والسلوك الحسن والتصرف الأخلاقي الإسلامي الرسالي بين المسلمين. هذا ما نصب إلى تحقيقه وما نحاول أن نسير في تحقيقه ونصل إلى تحقيق ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذن ومن حيث أنه يوجد عشرات بل مئات الروايات والكثير منها صحيح وتام واضح الدلالة على ما يقع في العراق من فتن وزلازل وإبليس ودجال وشيطان فضلا عن قرون شيطان، فلماذا لا يذكرها ولا يستشهد بها الخوارج والنواصب المارقة وأتباع تيمية وابن عبد الوهاب؟ لماذا لا يستشهدون بهذه؟ تمسكوا بتلك وفضحوا أنفسهم، قالوا نجد هي العراق، لا يوجد نجد في السابق، وهذا عنوان واسم مستحدث وحديث، وقالوا الشرق هو الشمال، هو الشمال الشرقي، الشرق هو الغرب كما في الأرض المسطحة والشمس التي تدور حول الأرض. أقول والجواب بكل وضوح وببساطة شديدة، لماذا لم يذكروا هذه الروايات للقدح بأهل العراق وليس تكفير أهل العراق ولقتل أهل العراق ولسفك دماء أهل العراق؟ لماذا لم يلتجئوا لهذه الروايات في هذا ذكر السفياني؟ أقول والجواب بكل وضوح وبساطة شديدة، لأنه فيها قد ذكر السفياني الإرهابي القاتل، لأن فيها قد ذكر السفياني الإرهابي القاتل المدمر الذي يسمي البلاد والعباد، فإكراما له وتنزيها وتقديسا لقبحه وفساده وضلاله، فإنهم طبعا التقديس له هو التقديس لأئمتهم السابقين، فإكراما له وتنزيها وتقديسا لقبحه وفساده وضلاله ولأئمتهم السفيانيين السابقين، فإنهم لا يعتمدون رواياته، أي الروايات التي يذكر فيها السفياني، لا يعتمدون رواياته، أي لا يعتمدون الروايات التي يذكر فيها السفياني في البرهان والاحتجاج، لا يعتمدون، لا يذكرون هذه الروايات، لا يعتمدون الروايات التي يذكر فيها السفياني في البرهان والاحتجاج، لا يعتمدون هذه في البرهان والاحتجاج. لماذا؟ لأنها تذكر بأئمتهم، تذكر بالسفيانية، لأن أي إنسان بل أي بهيمة يفهم الألفاظ أو يسمع بالألفاظ يقول هذا سفياني وهذا سفياني، لماذا هذا سفياني في آخر الزمان، هذا المخرب الإرهابي في آخر الزمان، لماذا اسمه وعنوانه هو السفياني؟ فينقدح هنا سؤال وسؤال وألف سؤال ومليون سؤال. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.